او الوصفه معايا ايه، هي ان هعمل سنومان خطير سهل قوي قوي قوي. بصوا النتيجه بتاعته عامله ازاي، تحفه. انا لابسه النهارده احمر متقمه مع ايه الشجره، احمر بس متقمه مع الفراوله بتاعتنا. بصوا السنومان ده اللي يشوف يقول واو ده اتعمل ده ازاي. عايز اقول لكم اتعمل فيه لحظات، سهل وبسيط ولطيف جدا جدا جدا، وهيعجب الاولاد قوي قوي قوي. طيب مقاديره ايه؟ تعال اقول لكم مقاديره ايه. اول حاجه عندي هنا 350 جرام حليب مكثف، هي العلبه كده بتبقى عباره عن 400-450 جرام، فاحنا هناخد منها ونسيب منها مثلا ايه معلقتين. طيب عندي هنا بقى 200 جرام جوز هند، يبقى هي عباره عن مكونين بس. تاني عباره عن مكونين بس، ايه هما؟ حليب مكثف خلاص، وعندي كمان جوز هند، وبعدين عندي بقى ايه علشان اغطيه كمان عندي جوز هند تاني، وبعدين هزينه بقى. التزيين ده عباره عن ايه يا جماعه؟ جزر، بصوا البساطه، شوكولاته دارك متدايبه، تمام. محتاجين ايه تاني؟ شويه مقرمشات حادقه، هي دي بس الايه المقادير عندي. نقولها كمان، نقول كمان عندي هنا المقادير بتاعتي ايه، 350 جرام حليب مكثف، 200 جرام جوز هند، وكمان عندي للتغطيه جوز هند، وعندي جزر مفروم ناعم علشان نحطه في النوز بتاعته المناخير بتاعته، عندي شوكولاته دارك متدوبه كده في كيس حلواني علشان اعرف اعمل له العيون بتاعته واعمل له القميص بتاعه اللي لابسه، وبعدين عندي هنا بقى المقرمشات دي اللي احنا بنجيبها وبنقرمش فيها، دي هي دي اللي هعمل بيها ايه الايدين. بصوا قد ايه بسيط جدا جدا جدا، مفيش اي حاجه. الشريطه الحمراء دي بقى علشان نعمل ايه، عايزه بس كيس الشوكولاته. كل يا سعيد بس، بصوا بقى اهي، بصوا دي علشان نعمل فيها ايه، نجيبها كده ونروح عاملينها هنا كده، دي صغننة، استنى ناخد واحدة أكبر اهي، شايفين؟ ونروح رافتينها كده اهي، بس كده. حاضر، ثانية واحدة بس انزله عشان هو لسه مش على رقبته كله اهي. بصوا بقى شكلها فظيع، شكلها حلو قوي قوي قوي، مجرم، بسيطه ولذيذه، وشكلها بجد قد ايه حلو قوي قوي قوي. تخيلوا انتوا لو عاملين بوفيه وعملتوا فيه السنو مان ده، انا مش عايزه اقول لكم كل اللي هيبقى عندكم هينبهر بيه ازاي. ادي الشريطه بحطها كده وبربطها اهو كده، وبعدين بقص دي كده علشان تبقى قصيره مع التانية اهو. السكارف بتاعه فظيع فظيع، يجنن. طيب مقاديره زي ما انتوا شايفين، هما مقدارين، والتزيين بقى هو اللي فيه اللعب كله. انزل بس كده ورس على ايه، على رقبته، الله خطير. طيب تعالوا بقى نعمل اللي احنا قلنا عليه. اول حاجة عندي هنا ادي اهي جوز الهند بتاعتنا خلاص، وعندي عليها الحليب المكثف. طيب ما عنديش حليب مكثف يا فيفا، عايزه اقول لك ممكن بالعسل، خلاص ممكن بالعسل، عادي جدا اهو. واشيل كل ده واقلب بقى واقول الو يا ست الكل. الو الو ست ام اسلام، طب هي مش سامعيني؟ بصوا كده. الو الو، اي حبيبتي. الو الو، أيوة حبيبتي، ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبي، انت اللي عامله ايه؟ ايه الحمد لله يا حبيبتي، بخير، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، العمر كله قدامك وليكي يا رب. يا رب يا حبيبتي. قولي لي بقى امنيتك عشان ما سالتكيش عليها في الايام اللي فاتت دي كلها، فضلك لو سمحتي. قولي لي امنيتي ان
يا رب كده يا عم علينا السلام دايما يا رب، وعلى فلسطين اخواتنا وحبايبنا، وتبقى السنة الجاية كده علينا بخير يا رب إن شاء الله. أمين يا رب. نخلي كل حبايبنا، وأمنيتي لابني وروح قلبي ربنا يا رب كده يديله الصحة والعافية دايما، خلي له بنته ومراته يا رب. أمين يا إن شاء حبيبتي. الله. وأمنيتي كمان إن كل حبايبي يبقوا موجودين حوالينا وبصحة وسعادة يا رب. أمين يا رب. وإنتي حبيبة قلبي ربنا يديك الصحة والعافية حبيبتي. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك، ربنا يخليك منك ابدا ابدا ابدا. ولا منك يا حبيبتي، ولا منك حبيبتي، نورتيني كالمعتاد. جوزك واولادك يا رب حبيبتي، ربنا يخليكي ليا وتكرم ايديكي، بجد حلو جدا جدا اللي انت عاملاه ده، لذيذ قوي 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 وبسيط قوي، شكله حلو قوي قوي قوي، شكله جميل فظيع. بصي عايزه اقول لك مبهج جدا جدا ولذيذ وسهل وما فيهوش اي حاجه صعبه، وبمقدارين بس، يعني عارفه اللي هو اي محدش يقدر يقول ايه لا ده صعب، مالكوش حاجه. زي ما بتشكلي مثلا الشكلام، بالظبط، ممكن بقى تشكلي كده اهي بالظبط كده. لا جميل يا حبيبتي، حبيبتي ربنا يخليكي ليا على كل اللي انت بتعمليه. تسلمي لي يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي، شكرا. دايما سامع صوتك بكل خير يا حبيبتي. طيبة يا حبيبتي، الشوكولاتة يا سعيد، نورتيني يا حبيبتي، مع السلامة. بصوا بقى كده، بكور كورة كبيرة واحطها هنا كده اهي، خلاص، وعليها كورة صغننة علشان اعمل الجسم والراس، ماشي. مدام لوريس، انا عايزه هنا بس في ودين. صباح الفل، صباح الخير، صباح الفل حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا كلنا، علينا كلنا يا حبيبتي، وعلى الكاست الجميل بتاعك، احنا نفسنا ان احنا نشوفهم بقى في رقص السنه، يا ريت يقفوا معاكي كده، يا ريت عشان نتعرف عليهم ونشوفهم. والله يا ريت جدا. عايزين نشوف رحمه وضياء وسلمى، الكاست كله احنا ما عندناش رحمه، احنا عندنا سلمى وسعيد اللي ردت عليا. دي رحمه اللي في الكنترول. ماشي اوكي. معلش يا حبيبتي. وعايزه اقول للناس على فكره، في حاجه، السعاده يا جماعه في العطاء مش في الاخذ، يعني كل ما الواحد بيدي كل ما الواحد بيبقى سعيد اكتر واكتر. احنا لما بناخد بنبقى مبسوطين، لكن لما احنا بندي بنحس بالسعاده اكتر واكتر، وربنا يا رب يسعد الناس كلها ويدي. أمين. كل فقير ويدي كل غني عشان يدي الفقير ويسعده معاه في كل عيد. امين يا رب. انا معاكي جدا، انا معاكي جدا في ان فعلا السعاده في العطاء، انا معاكي جدا جدا، وكمان السعاده في المحبه، ان الواحد كده يكون قلبه مفيهوش خبث ولا رياء ولا كره لحد، ده بيعود على الشخص قبل ما يعود على اللي قدامه. طبعا، وربنا يبعد علينا كل حقد وكراهيه، وكل واحد زعلان من حد يرفع السماعه ويكلمه ويقول له بس كل سنه وهو طيب، هتلاقي الدمعه نزلت من عليه، وتبص تلاقي كل واحد عايش في سلام وكان مستني المكالمه دي. ده حقيقي. فياريت كل واحد زعلان من حد او متخاصم معاه يرفع السماع ويقول له كل سنه وهو طيب. انا بشكرك من كل قلبي، كل سنه وانتم طيبين. عيدي بقى على حبايبك. بنتي سالي عهدي وبيير عهدي، ويا رب كده يسعدهم ويكون معاهم دايما، معاهم ومع اولادهم يا رب. امين. ومع اولادك حبيبتي وباباكي ومامتك وعيلتك كلها، ربنا يخليك، كل الناس يا رب. امين كل يا رب. طيبين. انت طيبه حبيبتي، هابي نيو يير يا حبيبتي، ميرسي يا روحي، باي باي. مع الف سلام فعلا. طب قولوا لي كده انتوا كمان ايه الحكمه اللي طلعتوا بيها من السنه دي، يعني حاجه كده خلاص انتوا اخدتوها زي ايه، ناموس، خلاص ايه احنا هنفضل طول حياتنا ماشيين بيه، الحاجه اللي احنا قررنا نعيش بيها السنه دي. يعني مثلا في ناس تقول لك قررت ان انا ما اعاتبش حد، ما لومش على حد، ما اشغلش بالي بحد، قررت ان انا اكون راضي عن حياتي اكتر، قررت ان انا مثلا ادي اكتر، اخدم، اسال اكتر. ايه الحاجه اللي خرجتوا بيها كده من السنه دي وهتاخدوها حاجه مسلمه في حياتكم بعد كده هتعيشوا بيها؟
بصوا الجمال يا جماعه، بصوا بسيط قوي قوي، وعملنا كميه حلوه ازاي، كوره صغننه وكوره كبيره وعلى بعض. بصوا بقى علشان اثبت الاتنين دول على بعض هعمل ايه، وده على فكره ممكن عادي يثبتوا من غير اي حاجه، بس الافضل ان احنا نعمل ايه، نجيب شوكولاته بيضه لان دي بتمسك، واروح عامله كده شايفه اهو، تاني اروح جايبه شوكولاته بيضه واروح عامله كده، منزله حته صغننه واهي دي بقى لما بتدخل التلاجه طبعا بتمسك جدا، بسيح شوكولاته بيضه وبعمل كده اهي. بس على فكره ممكن برضو تمسك عادي جدا لو دخلتوها اهو. خلاص طيب نيجي بقى نرسم هنعمل ايه. بص بقى، حاضر، بص عندي هنا المقرمشات هروح اسميها نصين كده، واروح واخده هنا حته كده من الشوكولاته واروح حطها هنا. واخدين بالكم فظيع ازاي؟ واحده كمان اهو، راح واخده كده نقطتين شوكولاته اهو واروح حاطه كده. ثانيه واحده، تعالى اهو، بصوا لذذته. ايه رايكم بقى؟ هخلص بس الايدين بتاعته ونروح لفاصل صغير ونرجع نشوف هنكمل ازاي الرسمات بتاعتنا. استنونا. صور مبهجة وألوان حلوة جدا وأفكار لذيذة قوي قوي، والأهم من ده كله إنها سهلة. بصوا الجزرية دخلت إزاي على طول، عملت إيه؟ عملت النوز بتاعته. في أسهل من كده؟ لأ. تعالوا بقى نجيب المقص بتاعنا، بص ونروح عاملين حاجة قطعة لا تذكر. ده شوكولاتة دارك يا جماعة، وإيه مسيحاها في الكيس. وبعدين بقى بصوا هنا إحنا عندنا إيه، عينتين وخمس ايه زراير، اربع زراير على قد ما ياخد. بصوا ايه طلعت قويه، تعالوا نشيل دي ونعمل غيرها اهي عشان كانت اول طلعه. بصوا اهي نقطه بس كده ونقطه كده اهي، شايفين؟ شايفين اهو، ونقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا نقطه هنا، باين كمان اهو. الله خطير. يلا نعمل نقطه هنا كده ونقطة هنا كده، وبعدين نبدأ نعمل نقطة هنا ونقطة كده نقطة كده ونقطة كده. شايفين لذيذ قد ايه؟ تاني اهو، تعالى انت كده، استنوا ايدي فيها شوكولاتة. على فكرة الحاجة دي يفضل انها تدخل كمان عندنا هنا الايه الفريزر قبل ما نشتغل فيها. هنعمل له هنا مناخير الاول اهي كده، جزرايه اقطعها كده واروح مدخليها، اطلعي بره شويه بس كده، وابدا بقى احط نقطه هنا. عايزه اقول لكم ان الجو هنا ساقعه اهي، فعلى طول بتمسك اهو، ونحط هنا بقى شوكولاته. ايه رايكم؟ فظيعه يا كارن. الو يا كارن، كارن انا سامعاكي. قال يا كارن، ازيك يا سيف؟ عامله ايه؟ ازيك حبيبتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله، كل سنه حضرتك طيبه. كل سنه وانت جميله يا حبيبتي. تكلميني منين يا كارن؟ من جنة. اهلا بيكي يا حبيبتي وبكل اهل انا. انا بحب حضرتك جدا وبحب دايما اشوفك. يا روح قلبي، وانا كمان حقيقي ببقى مبسوطه لما بتوصلوا لنا وبتكلمونا. وبحب اعيد على حضرتك واقول لك كل سنه وانت طيبه، وبحب اعيد على كل اهلي وكلهم اقول كل سنه وانت طيبين. حبيبتي وانت طيبه، قولي لي بقى امنياتك للسنه الجديده.
يا رب كلنا نكون في سلام ونكون كلنا بنحب بعض وما يكونش في اي خلاف بيننا وبين بعض ونكون دايما متصالحين مع بعض. امين يا رب يا حبيبتي، امين يا رب، يسمع منك يا رب. حبيبتي نورتيني وشرفتيني وعايز اسمع صوتك على طول. بصوا بقى هنروح نرصص ده كمان هنا كده مع حبايبهم، وزي ما بقول لكم يفضل ان احنا ندخله كمان عندنا هنا الفريزر قبل ما نبدأ ايه نقدمه علشان يبقى ماسك نفسه، وعلشان اربط عليه كمان الشريطة لازم هو يكون ماسك نفسه اهي. فظيع فظيع شكله يجنن. احنا ممكن نشيل دي ونعمل راس صغننة علشان بدل اللي هي ايه كانت فيها شوكولاته كتير. ونقول الو يا رحاب. ايه حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه اخبارك؟ انت النهارده يومك عسل واللي بتعمليه كله حلو. ربنا يخليكي يا رحاب، ربنا. قولي لي نويتي تعملي حاجه؟ بصراحه لا لسه، بس اللي انت بتعمليه بتشجعني، عايزه اقوم دلوقتي حالا هعمل. حبيبتي ربنا يخليك، والله سهل جدا. ده مامتي قاعده بتتفرج عليكي بتقول عامله حاجات جميله، تعالي قاعده تندي عليا بسرعه، تعالي شوفي يا بيبي عامله ايه، شوفي تعالي شوفي ايه. ربنا يخليها لك، سلمي لي عليها وعيدي لي عليها. سلم عليك كتير يا قلبي، هي بس اللي تعبانه شويه لكنك اتكلمتك حبيبتي، بس هي بتتفرج عليك. سلمي لي عليها وقولي لها تدعي لنا. حبيبتي بتدعي لك على طول وبتحبك قوي قوي يا بيبي، يعني قبل ما افتح واشوفك هي تكون قاعده بتستناك. حبيبتي ربنا يخليها لك يا رب. الله يخليكي، سلمي لي عليها يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. انت طيبه وجميله، انت طيبه وجميله. ربنا يجعل يومك حلو كده والسنه الجديده سنه حلوه عليكي وعلى اولادك يا حبيبتي. امين يا حبيبتي، امين يا رب. نورتيني يا حبيبتي وشرفتيني. بصوا بقى يعني ده ايه بقى اللي هنرشه دلوقتي عندنا هنا، ده ايه؟ التلج. بصوا احنا بنتحايل على القانون في كل حاجه. تحفه. تخيلوا انتوا لو عملتوا حاجه زي كده ورحتوا بيها زياره، لو انتوا معزومين في راس السنه، تخيلين هتبهروهم ازاي بحليب مكثف محلى، وعندي هنا شويه جوز هند ربطتهم ببعض، وبعدين جزر، المقرمشات دي اللي احنا بنجيبها وبنقرمشها اللي هي يعني عايزه اقول لكم رخيصه جدا جدا، وقالب شوكولاته دارك حاجه لا تذكر، وهنسيحه. عايزين تجيبوا شوكولاته اللي هي بيضه اوكي، مش عايزين خلاص. والشريط الاحمر ده اللي هو عندي فعلا بيكمل اللوحه، ايه رايكم؟ والله فظيع ويجنن. هحط بس شريطه واحده اشوف اعرف اربطها وهو لسه طري ولا ايه. استنوا كده اقول لكم على حاجه. اهي، انتوا عارفين عملت ايه؟ لزقتها. والله نفعت، ما ربطتهاش. انا بتحس ان هو مخنوق شويه. بس والله حلوه برضو. طيب انا هسيبه بس لما ينشف شويه وبعدين ايه ابقى احط له. طيب.